ويوم من الأيام وصل خطيب نهال على البيت، ومن شافني ترك خطيبته وقف قبالي مثل البومة وظل يطلع فيني. لك أهلين أهلين مهند عمو. أهلين عمو، كيفك؟ الحمد لله على السلامة. شو هاي؟ ليش هيك زتيت حالك؟ ايه قمت ألبط بالمية. يلا معليش. هلا عرفك حبيبة قلبي زوجتي سمر، هاد مهند ابن أخي، بس هلا هو منقع. شو منقع؟ يعني بالتركي منقع. ايه مبلل، ما يخاف من المطر. أيوة. يكبوا بالمي. تعال تعال اقعد هون جنبي، مشتاقلك. تعال. يعطيك العافيه عمو، هلا بدي اقعد هنا، انا بحب الرطوبه، انا مرطب هلا هيك منيح. يلا منيح، ولا الشمس طلعت مشان تنشف منيح. يعطيك العافيه. من يوم الاول كان مهند معجب بي، هو شاب وسيم وما يتعيب، ولو عينه شويه مالحه لكن ما يتعيب. صحيح بكل صف راس بسنتين أو ثلاثة، وأهله طاردي، ويومية مسوي له خناقة بالحارة، وشعره مدهن من الوسخ حتى السبايكي ما يخرب، لكن الرجال ما يعيبه إلا جيبه، ولو هو حتى جيب ما عنده. اسمحوا لي أنا عندي شغل، خذوا راحتكم. اسمحي لي. يعطيك العافية. بدي بدي شغلة سولف معه. اسمعي لي، أعدي يمك ليه؟ لأن أنا لجأة. شو ما بتعرفيني؟